قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن الوزارة تعكف حاليا على وضع قانون ينظم الإفلاس والتصفية بالتعاون مع وزارة العدل، موضحة أن التشريع الجديد يعد قانونا مستقلا بجانب قوانين الحوافز وضمانات الاستثمار. وأضافت أيضا خورشيد أن عقب الوصول إلى صيغة مشروع للقانون المقترح سيتم تقديمه إلى مجلس النواب الذي أبدى تعاونا لإنجاز المقترحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر. وذكرت الوزيرة أن صدور القانون من شأنه رفع ترتيب مصرف مؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال وتقرير التنافسية.